والسلام عليكم. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من المساء اليمني، أرحب فيها بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الغني الماوري، أمين عام مجلس شباب الثورة. مساء الخير أستاذ. أهلا وسهلا. الإرادة السلمية كانت هي الحاضر الأبرز في ثورة الشباب، إرادة الحياة كانت هي الحاضر الكبير في هتافاتهم ونداءاتهم التي عكست تطلعاتهم نحو المستقبل. تغيرات كثيرة وأحداث تخللت الخمس سنوات من عمر الثورة في اليمن، وكذلك في أجزاء من الوطن العربي الذي شهدت الدول الجمهورية فيه ثورات شبابية شعبية كانت تهدف في مجملها إلى بناء دولة المواطنة ومجتمع حر. في بلادنا شهدت الثورة أحداثا ومنعطفات كثيرة، مبادرة تلتها تسوية وحكومة وفاق، ومن ثم حوار ومخرجات كانت برعاية إقليمية ودولية، ثم تلا كل ذلك انقلاب على الدولة والشرعية والمخرجات، ثم أتت المقاومة الشعبية. بين هذا وذاك كانت الإرادة السلمية للتغيير حاضرة لدى الشباب، وعندما تم الانقلاب حضرت المقاومة كخيار ثورة فبراير لإسقاط الانقلاب كما يقول متابعون. لكننا مشاهدينا سنستعرض في حلقة هذا المساء 11 فبراير إرادة التغيير السلمي، فكونوا معنا. نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. ثورة ثورة يا بلقيس، ضد الأسرة والرئيس. الحادي عشر من فبراير الثورة العام 2011 اكتظت الساحات بشباب آمن بالحرية ومضى بإرادته السلمية النقية بنقاء مطالبه حينذاك. إسقاط النظام، لا للطغيان، حقوق متساوية وكرامة عيش مشترك وتعايش صادق. تفاجأ نظام صالح بهذا الوهج البشري وأخذ على حين غرة من شباب كسروا حاجز الخوف ومضوا باحتجاجهم في ميادين وساحات الجمهورية وهم يهتفون يسقط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. 5 أعوام مضت منذ انطلاق ثورة الشباب السلمية، استبدلت سلميتهم بانقلاب عنيف، وتراجع الخطاب النضالي المطالب بالحرية والعدالة لصالح أدوات مدمرة، وتحولت لغة الزهور إلى تهديد ووعيد. غاب نداء السلام وحضرت نداءات متفرقة وطائفية مشحونة بصرخة الموت وصراخ الميليشيا. هل فشل رهان اليمنيين على سلمية التغيير وانتصرت جرائم النظام الدموية؟ 5 سنوات انقضت منذ خرج اليمنيون باحثين عن هوية لهم غير تلك التي رسمها نظام صالح ودولته البوليسية، معلنين انتهاء عهد صالح وانتهاء فصل من احتكار السلطة. جسد الثوار نموذج التعايش الصادق مع الحركة الحوثية والمنفرطين من عباءة المخلوع. كانت السلمية وسيلة وغاية لشباب الثورة، سلمية بمطلبهم وغاية كرست لكل تغيير ومطلب مستقبلي، وثقافة تنتزع العنف بمنطق السلمية وتخرس البارود بمنطق الورود. اختار شباب الثورة درب السلام، واختار الانقلابيون خناجرهم التي زرعوها في جسد الثورة والوطن. فما إن هبت رياح التغيير حتى وجه الحوثيون أشرعتهم إليها، لا إيمانا بالثورة وإنما فرصة سنحت للاقتراب من حلمهم المفقود. فيما كان شباب الثورة السلمية ينظرون إليهم كإخوة في الحرية ورفاق في درب التغيير، كان الحوثيون يتربصون اللحظة المناسبة للانقضاض على الثورة والدولة معا. 5 سنوات من ذكرى ثورة سكنت أفئدة شبابها وكانت مرتع أحلامهم، تمر اليوم وجل رموز الثورة بين شهيد وأسير أو في مناف الشتات. وبالرغم من كل الانتهاكات والجرائم التي طالت الثوار، فقد اختار شباب الثورة أكثر الطرق سلمية للتغيير وليس أقربها. فقبلوا بمعادلة سياسية بدأت بالمبادرة الخليجية لكنها لم تنتهي بتنفيذها. أسلم أسلم. فقد تخلى صالح عن السلطة لكن أطماعه لم تتوقف، ومحاولته لوأد الثورة دفعته للتحالف مع ألد خصومه الذين طالما ندد بخطرهم على الجمهورية والسلم المجتمعي. هو امتدادا طبيعيا لذلك النظام الإمامي الكهنوتي،
هم نفس البضاعة. مش احنا اخترنا الحرب، هذا عندهم مشروع صغير إمامي واضح. بدأ صالح برسم خطة الانقلاب مستعيدا بجيشه الذي رباه على طاعته كما تحدث قبل ذلك الميعاد. قامر المخلوع بفرصة سلامه وسلامة من بعده في انقلاب جنى عليه وعلى اليمنيين كثيرا. فسنقولها دائما، ارحل ارحل ونحن لن نرحل. ارحل يا صالح، ورحل صالح إلى غير رجعة. لكن أدواته ظلت تنخر في جسد الثورة طري العود. اليوم إلى أين تمضي البلاد؟ لا أحد يدري، وليس ثمة سوى الموت يلقف ما يأفك القتلة بحق الوطن وأبنائه. ولمن تدق طبول الحرب يا حوثي، فيرد للحرب ذاتها وللغنيمة، فلا هدف يرجى منها ولا نصر محقق. كان خيار العنف الذي التزمته الميليشيا أمضى من كل المحاولات السلمية التي نادى بها شباب الثورة في مطالبهم. لقد دفع خصوم صالح وخصوم الملكية الإمامية الثمن باهظا، ودفعت تعز واليمن برمتها ثمن الانحياز للثورة، ودفعت البلاد كلها لاحقا ما دفعته صعد سابقا من جناية مرة لتاريخ سلالي. إلا أن 11 من فبراير الثورة كان بداية لملحمة تاريخية بسلميتها ونبل مطالبها، لتشكل فصلا بين عصرين، عصر صالح وما بعد صالح. سينضم معنا لمناقشة هذه الحلقة أيضا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الأستاذ علي الشريف الناشط السياسي وعضو الهيئة الاستشارية الوطنية، وكذلك الصحفي غمدان اليوسفي. ولكن بداية معك أستاذ عبد الغني، كما شاهدنا في التقرير هناك سيناريو ما مرت به ثورة فبراير منذ 5 سنوات، ربما لم يكن في ذهن شباب الثورة هذا الذي سيحدث. تساؤل، ونحن في فبراير، أين هو فبراير الآن؟ فبراير موجود في القيم التي في الأهداف، في الضمير، في الوجدان، وهذا المسألة مهمة جدا. مسألة التغيير أصبحت موجودة وتقال حتى من أساطين النظام السابق أو من الذين محسوبين على الفترة السابقة، كلهم يتحدثون أنهم مع الثورة ومع التغيير. هذه مسألة مهمة، لا يجب أن نستعجل. المهم الآن أن الناس كلهم مؤمنين أننا في وضع سيء، وأنه فبراير كان حدثا مهما، وأنه ولكن نستطيع أن يعني هناك بعض الأمور التي تقال من هنا وهناك، لكن في النهاية أين تسأليني الآن أين فبراير؟ فبراير موجودة الآن في المقاومة. أريد أن أقول لك هناك مشكلة عند البعض أنه يفرق بين الثورة والمقاومة، وهذه يعني مشكلة. دعيني أوضح أنه الثورة هي حد أدوات المقاومة، لا يجب اختزال المقاومة. يعني ليست المقاومة إحدى أدوات الثورة؟ هي الاثنتين مع بعض، ولكن المقاومة ليست، بعض الناس أو بعض البسطاء يعتقد أن المقاومة هي المقاومة الأجنبي المحتل الغاصب، ولا لا، هذا غير صحيح. مقاومة الظلم أينما أشمل، فهي مقاومة الظلم بالكلمة، بالمقال، بالمظاهرة، بالثورة السلمية، بالمظاهرات، بالاحتجاجات، هذه كلها مقاومة. طيب لكن أستاذ عبد الغني، يعني فبراير جاء بقيمة الثورة السلمية. نعم. هناك من سيتساءل أين هي، أين هو مفهوم الثورة السلمية في المقاومة؟ جيد جدا. كل الثورات أو تعريف الثورة هو عملية سياسية لتغيير، عملية سياسية تحتوي على عنف، على قدر من العنف. لا يوجد ثورة سلمية 100%، يعني هذا لم يوجد في التاريخ حقيقة. يعني الموجود أنه الشعب عنده هو لا يمتلك القوة، لا يمتلك وسائل القهر، لا يمتلك سلاح، يخرج إلى الشارع. النظام الذي بيده السلطة يمتلك كل هذه الأدوات، أدوات القوة والقهر. هنا يحصل الصدام. السؤال، كم سيسقط ضحايا؟ إذا سقط عدد كبير من الناس، مثلا مئات الآلاف، هنا الناس يقولون هذه ثورة غير سلمية. لكن إذا سقط مئات أو آلاف فهي تعتبر ثورة سلمية.
بالإضافة إلى ذلك، هل تقاس السلمية بدماء الناس؟ صحيح، تقاس. والأمر الثاني الذي له علاقة بموضوع ثورة تغيير السلمية المهمة للناس لازم أن تعرفها، أنه في نهاية المطاف النظام، أي نظام لا يستسلم، ولديه مؤسسات. انظري إلى تصرف الشعب تجاه هذه المؤسسات، هل مثلا قام الناس مثلا بحرق المؤسسات، بحرق البيوت، بمهاجمة المنتديات، مقر الحزب الحاكم، هل أشعل النيران في البلد مثلا؟ هنا لو لاحظتي في ثورات الربيع العربي لم يحدث من هذا الشيء. صحيح. ربما مباني كان هناك قليل. أيضا محافظة على وبالتالي مباني. هذا يؤكد أننا كنا في إطار سلمي، لكن حصل ضحايا وهذا شيء طبيعي، ولكن أيضا يعني ما يجعلنا ندعوها سلمية لا 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 أنها يجرح. من الطرف الآخر يعني لا يجرح، لأن إحنا نتحدث عن سلمي يعني عن الشعب، لا نتحدث عن النظام. النظام هو يعني بشكل اعتيادي، بشكل اعتيادي وسيستخدم السلاح، هذا شيء طبيعي يعني. الناس عندما يخرجوا ضد النظام، النظام دائما، وهذه مسألة ممكن نتحدث فيها لاحقا إذا سمح الوقت، أي حراك تغييري يواجه بأربعة مراحل. المرحلة الأولى طبعا عندما يخرج الناس إلى الشارع ويكون هناك إرادة للتغيير، النظام لا يعترف، دائما يقول هؤلاء قلة يعني مش فاهمين يعني من هذه الأشياء. عندما يستمر هذا الحراك ماذا يقول النظام؟ يحصل شيء مهم اسمه التحول، يبدأ النظام يقول لا، في ناس في الشارع، مشكلة. إذا استمر الناس يبدأ في شيء، يبدأ النظام في استخدام شيء آخر اسمه التأقلم، يدخل هذه المرحلة، مرحلة التأقلم. ما هي هذه المرحلة؟ أنه يعرض على الناس المتظاهرين بعض التنازلات الشكلية. تتذكرين في ثورة 11 فبراير عندما تحدث علي عبد الله صالح أنه هناك انتخابات هناك سريعة، لا تمديد، لا اعملوا حزب، اعملوا مثلا معرض، اعملوا حاجة من هذا القبيل. يعني هذه شكلية، إذا سنسلمكم السلطة طبعا، إذا وافق الناس على هذا المنطق يعودوا إلى بيوتهم وينتهي هنا الحراك الثوري. إذا رفضوا نصل إلى حاجة اسمها الاستسلام أو الإجبار اللاعنيف، وفي هذه المرحلة يحصل تفكك لبعض المؤسسات، مثلا يحصل انقسامات في الجيش، في مؤسسات الدولة المدنية، وهذا الذي حصل. المرحلة الرابعة ربما التي لم نصل إليها، وهي كانت مرحلة الانهيار، وهو عندما لا يجد الدكتاتور فرصة للهرب، يعني حتى يقول للشعب أنا آسف أو وداعا أو شيء، تسمعين عنه أنه في مكان آخر. ربما لم نصل إلى هذه المرحلة، لكن هذا يؤكد أن الثورة كانت سلمية يعني. نعم أستاذ عبد الغني ينضم إلينا في نقاشنا لهذا اليوم الصحفي غمدان اليوسفي من القاهرة. مساء الخير أستاذ غمدان. مساء النور عليك وعلى ضيفك وعلى أستاذ زاهدين. أستاذ غمدان، يعني هناك من يقول أن ثورة 11 فبراير كانت مشروع شعبي كامل يجسد الهوية الوطنية الجامعة، ما مدى اتفاقك مع هذه العبارة؟ يعني كان في النهاية ثورة فبراير هي كانت نتيجة ولم تكن ربما سبب، كانت نتيجة لكل تلك السنوات من العبث بمقدرة الناس. وصل الناس إلى مرحلة المعرفة، ربما كان في فترة سابقة هناك مشكلة فيما يتعلق بالمعرفة، الناس لا يدركون ماذا يدور حولهم، الناس لا يشاهدون، الناس لا يتابعون، وبالتالي تتراكمت الأوساخ يعني على مدى 3 عقود ولم تكن تظهر إلى السطح. فجأة ظهرت كل وسائل التواصل الاجتماعي، كل وسائل الإعلام، كل هذه يعني في ظرف ربما 10 سنوات تم هنا يعني حدثت نقلة نوعية في المجال الإعلامي الشعبوي الذي يصل إلى المواطن العادي البسيط، الذي يعني في أصبح في يوم من الأيام في مرحلة من المراحل يعني على كارثة، هو يتحدث عن مليارات الدولارات تذهب إلى جيوب أو إلى يعني جيوب عدد
محدود من الأسرة التسلطية إلى هذه الأمور. يعني فكان تغذية الثورة بروح الناس يعني استغرق وقتا قليلا بعد ظهور هذه الثورة التكنولوجية والإعلامية، وأصبح الناس منتظرين فقط اللحظة المناسبة التي أتت في الحادي عشر من فبراير 2011. فأعتقد أننا شاهدنا تلك المجاميع من الناس بالملايين الذين خرجوا إلى الساحات في الشمال، في الجنوب، في الوسط، في كل المحافظات، ولم يكن وكانت ربما المسألة نتيجة طبيعية لهذه المعرفة التي حدثت في العقد الأخير من السياسة اليمين. طيب أستاذ غمدان، يعني هناك من يتساءل أيضا أن لماذا كانت الخيارات السلمية وسيلة الثورة لإسقاط النظام، بينما المقاومة المسلحة باتت خيار لمواجهة الحوثي؟ الناس اعتادوا على يعني ايضا يعني كما يعني انا اتحدث في هذا السياق عن مساله يعني المعرفه ومدى وصول الناس الى فكره الثوره. في المقابل ايضا يعني وصل الوعي بالناس من خلال التعليم ومن خلال هذه الوسائل، يعني وصل بهم الوعي الى مساله الثوره السلميه التي يعني اتخذت طابعا سلميا، سواء في مرحله ما قبلنا في تونس او مصر. وبالتالي نحن ربما كنا نشاهد تلك المشاهد في مصر، المشاهد القمعية، وفي تونس وعشرات الشهداء يسقطون، وكان الإصرار ربما أخذ من هذه التجربة أنه يجب أن نكون سلميين، لأنه نحن أساسا نريد أن نقبل على حاضر يعني يحمل أقل قدر من الأوجاع للناس، وأن لا تكون التكاليف كثيرة لصناعة مرحلة جديدة لبناء اليمن. يعني أن ندخل على فاتورة صغيرة يتم من خلالها استلام المؤسسة الموجودة بكل عيوبها وإشكالاتها، ويتم وضع إصلاح لها، يكون الإصلاح أقل كلفة، بينما يعني كانت الدماء ستخلق هذا الشرخ الكبير. الحوثيون أساسا لم يكن يعني ليس لديهم هذا الفكر الذي ربما يعني وعى له الناس خلال هذه المرحلة. فهم لا يجيدون أن يصنعوا الوضع الإداري الجيد، الوضع يعني الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، وبالتالي ربما وجدوا أن الطريق الأسهل للتخلص من كل ما يدور حاليا هو حمل السلاح. وحمل السلاح فيعني في النهاية لاحظنا ما الذي حدث، إن حملت السلاح في وجه أحد فهو سيحمل السلاح في وجهك، يعني فهذه نتيجة حتمية. لكن الناس حاولوا أن يتجنبوا حمل السلاح، وكنا وصلنا إلى نقطة جيدة يعني بكل عيوبها بكل إشكالاتها من خلال مؤتمر الحوار الوطني، لكن مع ذلك كنا نعتبر أنفسنا أننا منجزون، وأصبحنا في يعني في يوم من الأيام أننا نمثل صورة مشرقة لكل الذين لديهم مشاكل في العالم. وكانت الوفود تصل إلى مؤتمر الحوار من ليبيا، وكانت الوفود تصل من كثير من الدول لملاحظة هذه التجربة التي اعتبرت نموذجية. الإشكالات التي خرجنا بها كان يفترض أن تحل بذات الطريقة التي حسدنا عليها في يوم من الأيام على مر 9 أشهر في مؤتمر الحوار. لكن يعني الأقلية ذاتها التي رأت أن هذا النجاح سيحقق اليمنيين كلهم، لا، يجب أن لا يكون هناك تقاسم بهذه الطريقة. نحن ستضيع من يدنا الكعكة، سيكون لدينا هذه النسبة القليلة يعني في أصوات الترشيحات في مجلس النواب أو في غيرها، وبالتالي لن نحصل على ما نبتغي. نحن لدينا يعني تاريخ وارث كبير من الحكم. طيب، فبالتالي يجب ان ناخذ ذلك الارث وليس ما يجب ان يكون. طيب، تتوقع استاذ غمدان ان يعني مستقبل اليمن ايضا بالفعل متمثل في نجاح ثوره 11 فبراير وتحقيق اهدافها؟ الأهداف كبيرة التي كانت وضعت في فبراير استوعب كثير منها في مؤتمر الحوار من خلال يعني كثير من الأمور الإدارية التي وضعت في مثلا في فريق
يعني استقلالية الهيئات في في فريق الحكم الرشيد، في فريق هناك 9 فرق أعتقد أنها مثلت تلك الأفكار التي طرحت في خيام ثورة فبراير، وأخذ بكثير من هذه الأفكار التي هي كانت ستمثل يعني نجاحا للناس، ربما كانت هي الضربة القاصمة التي يعني كانت ذريعة لهذه الحرب، ربما مسألة الأقاليم الستة، وهي الإشكالية التي كان أيضا يمكن تلافي الصراع حولها، الصراع المسلح حولها، لكن كل الأفكار التي دارت يعني لو 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 عدنا إلى وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بعيدا عن الحديث عن الفيدرالية، نتحدث عن استقلالية الهيئات والحكم الرشيد وقضايا صعدة والإشكالات القديمة وقضايا حقوق الإنسان وقضايا كل هذه الأمور كانت يعني التي كانت تمثل إشكالية كبيرة لدى الحكم خلال 30 عام، وهي التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة، وبالتالي كان قد وضعت لها علاجات من خلال النقاش الذي أفضى إلى التوافق عليها أيضا، حتى لم يعني الوثيقة ربما برمتها كان متفق عليها فيما عدا فقط هذه التفاصيل الأخيرة التي حدثت. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الصحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ عبد الغني، هناك من يتهم ثورة فبراير في مبدأ التسامح الذي كانت عليه بأنه هو الذي مكن الثورة المضادة من الانقلاب وجعلها ترتكب كل هذا الدمار، خاصة يعني فيما يخص المبادرة الخليجية والحصانة. لا، هو هناك مشكلة يعني كبيرة عند البعض، يعني يتهم ثورة بأشياء لم تعملها أصلا. يعني إحنا أول شيء نفهم ما معنى الثورة اللي حصل أو فلسفة الثورات اللي حصلت في الربيع العربي، هي لم تحكم، كل ثورات الربيع العربي لم تحكم، إنما كانت تريد أن تحدث تغيير، أن تزيح رأس النظام أو تزيح العقبة الوحيدة أمام التغيير، ثم تسمح للقوى الموجودة في المجتمع أصلا بأن تمارس دورها السياسي وصولا إلى شيء نسميه الانتقال. الثورة غير الانتقال، الثورة تزيح هذا العائق ثم بعد ذلك يحصل الانتقال، الانتقال هذا يحصل من خلال مداخل معينة، مثلا مدخل مؤسساتي، مدخل اقتصادي، مدخل مصالحة وطنية، مدخل. احنا جربنا كل هذه الأشياء، لكن كان عندنا مشكلة في المؤسسات، احنا كنا صفر، وبالتالي احنا احد الجسور المهمة للانتقال مش موجود. اتينا الى البند الثاني الاقتصاد، كان وضعنا سيء للأسف، والحكومة التي جاءت كانت في منتهى السوء، واتخذت قرارات يعني لا يتخذها طالب سنة أولى في كلية الاقتصاد مثلا، وبالتالي الجسر الثاني سقط، ولكن هذه المرة بإرادتنا نحن، يعني مش الذي قاموا بالثورة طبعا، ولكن الحكومة التي وجدت. الجسر الثالث الذي هو العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لم يقر، وبالتالي الجسور هذه كلها سقطت، أصبحنا الآن ثورة، ولكن الجسور التي تذهب بنا إلى انتقال ديمقراطي ليست موجودة، وهناك قوى موجودة من قبل لديها سلاح، وهناك مؤامرة معينة ورغبة في الإقليم أنه لا، الثورة هذه لا تمضي إلى نهايتها. هنا حصل المشكلة الكبيرة. إنما الموضوع أنه تسامح وما تسامح، اليمنيين عموما وهذه مسألة في غاية الأهمية متسامحين دائما، هذه سمة فيهم، ولذلك يقال اليمن بلد التسويات، بلد التسويات، الحروب لا تمضي إلى نهايتها، يعني الحروب في اليمن هي أيام، ولذلك اليمنيين مستغربين الآن أنها طالت هذه الحرب، طالت يعني. المفروض أنه والسبب في ذلك أن الحرب هذه لها طابع إقليمي معروف يعني، وبالتالي هي طالت لهذا السبب، ولو كانت حرب داخلية لكانت ظلت أيام وأسابيع، ومن ثم نعود ولا نصل إلى حل، ومن ثم نعود إلى حرب أخرى وهكذا. ربما أيضا طابع البلد القبلي. طيب لو يعني ربما أننا بحاجة دائمة وملحة لعمل مراجعة لما قدمته ثورة فبراير، يعني إذا ما تحدثنا عن قراءة التراكمات التي مرت بها الثورة، أين مكامن النجاح والإخفاق حتى الآن؟ النجاح أنها حولت نظام راسخ في الوجود إلى نظام مطارد، يعني لا يمتلك شرعية، يستطيع أي شخص أن يقابل أي مسؤول في أي مكان في العالم، الذين يمثلون النظام السابق مطارطين لا قيمة لهم من الناحية السياسية والشرعية. هذه مسألة مهمة.
هذه لم تكن لتحصل بسبب مقاومة أو غيرها، هذه تحصل لأن هناك شرعية ناتجة من ثورة الشعب اليمني، من هؤلاء الناس الذين كانوا في الشارع. الناس اللي في الشارع حولهم الذين يمنحون الشرعية وهم الذين ينزعونها. وسأقول لك شيء، أنه لو خرج 10,000 متظاهر وتأكد للعالم أنهم 10,000 متظاهر يمثلون التيارات المدنية المستقلة وطالبوا بوقف الحرب لوقفت، ولكن مئات الآلاف أو عشرات الآلاف التي يخرج بهم ميليشيات الحوثي لا يستطيعون أن يؤثروا في العالم، لأن الجماعة الدينية والعقائدية هي تستطيع أن تجيش يعني في كل الاتجاهات. قوة فبراير من وجهة نظري هي في أني رسخت مبدأ التغيير السلمي حتى في ظل الحرب، في ظل الحرب. وستأكدين من هذا الكلام عندما تتوقف حتى الحرب. الآن عن مكامن النجاح سأعود إليك لنتحدث عن مكامن الإخفاقات، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم. للشارع اليمني رأيه وتطلعاته في الذكرى 5 لفبراير، ولليمنيين كلمتهم عن هذه اللحظة المهمة التي تنتمي إليهم وينتموا إليها بتلقائية الإنسان الذي يشعر برغبة الخلاص من الجمود. مشاهدينا الكرام، هذا الاستطلاع نتابعه وإياكم عن رأي الشارع في 11 فبراير. كانت لدى الشباب طموح وأحلام أن يأتي هذا اليوم ونحن في بلد مستهر، بلد آمن مستقر، لكن تبددت هذه الأحلام بظهور الانقلاب. ما زال أملنا في ثورة الشباب لم ينتهي، ولم ينتهي دور هذه الثورة. صحيح أنها انحرفت مسارها بحكم الأحزاب والناس اللي مسيطرين على البلد والنفوذ النافذين الموجودين في البلد الذين ما زالوا يلعبوا من مصائرنا كمواطنين، لكن أنا أعتبر أنه هذه الأشياء والمفارقات حتى لو كانت كبيرة ومؤثرة في مسار اليمن، إلى أنه تدل على أننا نمشي في الطريق الصحيح. انطلاق شرارات ثورة 11 فبراير، لا زال اليمنيين يتمسكون بثورتهم، لا زالوا يقدمون الدماء، يقدمون التضحيات عبر المقاومة الوطنية الشعبية والجيش الوطني. لا زال يواجه صلف وتعنت المخلوع علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي. ثورة 11 فبراير أنا أعتبرها هي الشرارة الأولى التي جعلت المجتمع اليمني يخرج من عباءته لمواجهة الدكتاتورية والظلم. بالنسبة لثورة 11 فبراير كانت هي محور التغيير الحقيقي لليمنيين، ولذلك شعر النظام السابق بخطورته وعملوا على تجييش الثورات المضادة، وهي ما نتج منها هذه الحرب البائدة والانقلاب الغاشم على خرجات الحوار الوطني التي كانت هي محل تغيير حقيقي ومحل مستقبل، رسم مستقبل اليمنيين بكل ملامحه السياسية والاجتماعية. أهلا بكم مشاهدينا. كنا نتحدث، أو أودت أن تعلق على ما ورد، خاصة فيما يعني أن الثورة وإن انحرفت عن مسارها. لا، هي المسألة ببساطة أنه ثورة 11 فبراير وثورات الربيع العربي عموما هي ثورات تنتمي إلى الثورات اللي نسميها الثورات الجماهيرية، يعني اللي هي بدون قائد، وبالتالي هذه تسلك سلوك معين، وهي أنه تتيح للقوى السياسية أنها هي التي تمارس السياسة ومن ثم يحصل التغيير. لكن هي غير الثورات التي مثلا يقوم بها تنظيم معين بدعم شعبي ثم تمسك بالسلطة ثم تحول، وهذه موجودة في الجماعات الاشتراكية غالبا انها التي تمسك بالامور، مثلا زي الثورة الكوبية مثلا جاء نظام اشتراكي مش عارف ايش في، وهكذا في الثورة البلشفية مثلا يكون التغيير اسرع والأمور أفضل. ولكن أنا من وجهة نظري أنه برغم المتاعب التي تحصل هذه الثورات الشعبية الجماهيرية، إلا أنه في النهاية بتوصلنا إلى الطريق الصحيح. صح أنه طريق وعر بيأخذ وقت، أحياناً بيكون في آلام،
لكن في الأخير بيكون النتائج أفضل. نعم. طيب أستاذ عبد الغني، كنا نتحدث قبل الفاصل عن مكامن النجاح والإخفاقات، أود أن أسمع منك ما هي مكامن الإخفاقات في ثورة 11 فبراير؟ بالتأكيد والإخفاقات التي حصلت أنه إحنا اعتقدنا، وأنا شخصيا لم أكن أعتقد، أنا من زمان ونحن نقول لهم دائما أنه الثورات المضادة ولدت دائما تولد مع الثورات. يعني هذه مسألة مهمة، وغالبا الثورات المضادة هي التي تنتصر في البداية، غالبا في العالم كله كنت أقول هذا الكلام. ليش؟ لأن الثورات المضادة لها ميزة إضافية على الثورات الحقيقية. ما هي الميزة الإضافية؟ هي أنها المؤسسات الدولة تكون أقرب إلى الثورة المضادة منها إلى الثورة الجديدة، فيه تتعاون مع الثورة المضادة أكثر، وهذا اللي حصل في مصر في اليمن، بتكون أقوى. ولكن المهم في هذا الموضوع أن الثورات المضادة حتى وهي تنتصر تحمل بذور فنائها في داخلها، ثم تعود المسائل إلى الثورة الأولى. هذا يحصل في كل الثورات في العالم. يعني في الثورة الفرنسية مثلا ظلوا أكثر من 40 سنة، وهم من جمهورية إلى إمبراطورية إلى ملكية إلى إمبراطورية إلى جمهورية، وهكذا في الأخير استقرت على الجمهورية، ويحتفلون بسقوط الباستيل كيوم وطني مثلا في فرنسا وهكذا. طيب الأستاذ غمدان كان يتحدث عن حين سألته عن مدى تحقق أهداف ثورة الإخفاق. أيضا أنه نحن ركزنا على أشياء ليست ضرورية، مثلا الحصانة مثلا كان هذا المهم، وأنا من وجهة نظري أنه كان المهم هو موضوع الجيش، موضوع القوة، لأن موضوع القوة موضوع القوة هو الذي يحمي الحق. لكن في الأخير الحصانة هو قانون سياسي، يعني ممكن يسقط في أي وقت. يعني بونيشي مثلا كان معه حصانة، وبعدين وهو على فراش المرض أخذوا وحطوا في وحاكموه. مثلا في الأرجنتين خرجوا جميع القادة العسكريين، أركان النظام العسكري الدكتاتوري الذي كان يحكم الأرجنتين، خرجوا بعفو وحصانة. لكن عندما استعادت الأرجنتين حيويتها أخذوهم وعادوهم إلى المحاكمة. فالمسألة كانت ليست بهذه الحدة. يعني أيوة، أنك مسألة حدة أنها حصانة لا، أنت امسكي القوة، يعني امتلكي القوة، وعندما تمتلكين القوة تستطيعين محاسبة أي شخص. نعم. طيب أستاذ عبد الغني، يعني لو تحدثنا عن قيم وأهداف فبراير على ضوء مخرجات الحوار بشكل إجمالي، كان الأستاذ غمدان يجد يعني وجهة نظره أنه كثير من هذه الأهداف ضمنت في مخرجات الحوار، ما رأيك؟ أنا دائما أقول أنه مؤتمر الحوار الوطني هو أشبه بسوبر ماركت، يعني في كل السلع، يعني في كل البضاعة لترضي جميع الأذواق. أيه. فمثلا يعني في مواد، طبعا في المجمل هو مؤتمر الحوار الوطني كان رائع في المجمل، لكن في مواد للترضيات هذه كانت يعني كانت في منتهى السوء. مثلا انه فيما يتعلق في قضيه صعده، مثلا مخرجات لا يمكن واحد يتخيلها، مثلا من ضمنها مثلا انه تعادل الاوقاف اللي كانت للائمه مثلا، يعني من فين نجيبها يعني مثلا، يعني كان موضوع غريب عجيب. لكن وفي امور اخرى يعني، لكن في المحصله العامه احنا كنا ذاهبين الى دوله اتحاديه، وذاهبين أيضا إلى أنه نفكك مسألة السلطة، هذا اللغز الذي دمر اليمن. هناك مجموعة موجودة في منطقة ما هي التي تتحكم في الثروة وفي السلطة، هذا الأمر جرى على اليمن الحروب والمشكلات. في مؤتمر الحوار اخترعنا حل، هذا الحل يقضي بأن اليمن تتحول إلى دولة اتحادية. لو تحدثنا أستاذ عبد الغني أيضا عن موضوع الدستور الاتحادي، هل تجد أنه يعكس تطلعات ثورة فبراير، ويعني كمشروع نظري على الأقل لم يطبق يعني؟ لا، هو أنا قرأت المسودة للدستور، ونحن على فكرة في مجلس الشباب الثورة السلمية عملنا مسودة الدستور، وكنا وعرضنا وعملنا مؤتمر كبير في صنعاء. لا، يعني هناك أشياء كثيرة كانت متوافقة، يعني إنما كان في اختلاف. مثلا إحنا في الدستور الذي كنا وضعناه، كانت هذه مسألة مهمة، إحنا ألغينا شيء اسمه القضاء العسكري. لا يوجد قضاء عسكري إطلاقا، كلهم يذهبون إلى القضاء المدني حتى العسكر، وإنما كنا نحن وهذا الذي تبناه الدستور، المسودة الدستور الذي عملوا فيه، أنه القضاء في اليمن سيكون متعدد
وليس قضاء واحد زي ما هو معمول فيها الآن، بمعنى أنه يكون قضاء دستوري وإداري وعام. لا، الدستور كان فيه أشياء كثيرة جيدة، طبعا فيه أشياء سيئة أنا من وجهة نظري، هي التي تتعلق بموضوع توزيع الصلاحيات فيما يتعلق بالمركز والسلطات المحلية. أنا وجهة نظري أنه إحنا لا يجب أن يفهم الناس أنه لا توجد وصفة محددة للفيدرالية التي يمكن أن نأخذها، يجب أن احنا نشوف أمورنا إمكانياتنا ونختار ما يوافق أوضاعنا. يعني بعض الناس بيعتقد أمريكا فيدرالية لكنها تختلف مثلا عن سويسرا، تختلف عن إسبانيا، تختلف عن كل بلد تضع ماليزيا، لها نموذج، تختلف نعم. نموذج فيدرالي عن ألمانيا، تختلف معه. احنا المفروض أنه كنا ندرس حالتنا يعني ونستفيد من تجارب الآخرين، وليس نذهب نشوف الآخرين إيش معهم ونجي نعملها عندنا يعني إحنا نبدأ من عندنا ثم نستفيد من تجارب الآخرين. هذه المسألة كانت مشكلة. المشكلة الثانية أنه، وهذه مسألة ممكن نتحدث فيها، أنه الشروط التي دائما توضع في موضوع السياسي بتكون كثيفة جدا، كأنه السياسة هذه يعني مشكلة، يعني كأنه يعني موضوع كهنوتي. لا، العالم كله منفتح، يعني ما فيش هذه الأشياء الغريبة جدا أنه الذي مثلا يريد أن يكون رئيس البلاد أو وزير أو لازم أنه كذا وكذا وشروط تعجيزية أحيانا. أنا ضد هذه الفكرة، يعني كأنهم يريدون أن يقولوا أن السياسة، وهذه أخذناها من المنظومة الشمولية على فكرة، أنه السياسة هذه حاجة نادرة جدا، حاجة متخصصة جدا، ما حد يتكلم فيها. إحنا لا طبعا، لكن عموما كان الدستور في مجمل الجيد، واعتقد انه لو كان اخضع للنقاش المجتمعي كان بيكون افضل، يعني اعتقد ذلك. طيب استاذ عبد، لكن خطف طبعا خطف يعني بطبيعه الحال يعني لم يريدوا له ان يكون موجودا حتى لو كان على مستوى مسوده خطف يعني ليست نعم. طيب استاذ عبد الغني، كان للشباب دور مهم للغاية في الثورة، ربما هي ثورة شبابية بامتياز. صحيح. ولكن يعني دعنا نتحدث عن من ساندوا هذه الثورة من خارج البلاد، ومن أيضا يقومون بمساندة المقاومة أيضا من خارج البلاد. كان هناك يعني سند إعلامي غير عادي، كان أيضا هناك ندوات، كان هناك مشاركات مجتمعية عديدة، حدثنا عنها. إيه طبعا، كان الشباب هم الذي قادوا هذا التغيير. يعني على سبيل المثال في مصر مثلا كيف بدأت المظاهرات هذه؟ دعوة على الفيسبوك في صفحة خالد سعيد، والمفاجأة الكبرى هم طلبوا كل شخص يدخل على الصفحة يؤكد أنه ينزل في يوم 25 يناير، كانت مظاهرة ضد الشرطة يعني في عيد الشرطة، فأكد حوالي ما يعادل 69,000 يعني 70,000 شخص أنه نازل. المفاجأة أنه نزلوا 70,000، وهذا اللي ما حد كان متوقعها. من هنا بدأت كرة الجليد تكبر في تونس. طبعا الشباب كان لهم دور كبير طبعا، وسميت من قبل الإعلام الغربي بثورة الفيسبوك. في اليمن الذي قاموا بهذه الثورة هم الطلاب في الجامعة والشباب أيضا، وهم كانوا في المقدمة وهم كانوا الأساس، وهذا معروف للناس كلهم يعني، وحتى قياداتها، قيادة الثورة كانوا من الشباب. أيش الذي حصل؟ أين المشكلة؟ المشكلة في الخبرة، في الخبرة السياسية. كان في وهذا شيء طبيعي، طلاب جامعيين يعني في يعني مثلا لم يعتركوا فالذي كانوا أكثر خبرة استطاعوا أن يتلعبوا في الموضوع يعني للأسف. طيب عاد إلينا الأستاذ علي الشريف الناشط السياسي وعضو الهيئة الاستشارية الوطنية. مساء الخير أستاذ علي. نعم أستاذ علي، نود أن تحدثنا عن إلى أي مدى استطاعت ثورة فبراير الحفاظ على سلميتها، وكيف جرى الانقلاب البلد والمحيط إلى مربع الصراع؟ لا. تسمعني أستاذ علي؟ يبدو أنها يعني ما زالت المشكلة مستمرة. طيب أنت حدثتنا عن دور الشباب في فبراير، الآن في المقاومة أستاذ عبد الغني، خاصة من هم في الخارج؟ يعني كثير من رموز الثورة للأسف
يعني إما في السجون أو مهجرون أو مطاردون، ولكنهم يقوموا كثير منهم بدور غير عادي خارج الوطن. هذا شيء طبيعي، دائما الأنظمة الدكتاتورية والشمولية دائما هذه كلهم يعني معهم تهمة واحدة ضد المعارضين لديهم، أنه هؤلاء عايشين في فنادق يعني ببساطة شديدة، وفي رغد من العيش والسفارة تصرف عليهم يعني. طبعا هذا هراء، هم يعرفون هذا هراء، هم يعرفون هذا، لكن هي شيء من التشويه دائم، وهذا شيء طبيعي يعني. الخيانة، الارتزاق، مع أنه الخيانة والمصطلحات أيوة الجاهزة، والمشكلة أن الخيانة والارتزاق لا تنطبق إلا عليهم يعني، وهذا تاريخهم معروف يعني. وكل الأنظمة هكذا يعني، ما حد يزعل يعني، هم دائما كذا يعني، بس هذه مش مشكلة. حتى رموز الربيع العربي خارج بلدانهم في شيء مهم، أنه العالم كله كان في رموز دائما خارج بلدانهم، لكن الشعب كان يؤمن بهذه الرموز. صحيح. وسيعودون، وهذه مسألة وقت. الشيء الثاني أن هؤلاء لم يفقدوا الشرعية، الشرعية الأخلاقية يعني موجودة، بينما الأنظمة التي موجودة وتزج الناس في السجون هي بلا أخلاق، هي عصابات، لكنها لن تستمر. الثورات ليست حدث عابر، لا، الثورات عمل مستمر. لا تقول لي الثورة ماذا أنجزت الآن، لا، الثورة ليست بهذا البساطة، ثورة تأخذ على المدى الطويل. بعد 10 سنوات سأقول لك ماذا حصل في رومانيا عندما قامت الثورة في رومانيا وأعدم الدكتاتور وزوجته. من الذي أخذ السلطة؟ من النظام الحاكم، النظام هذا الرئيس. ماذا حصل؟ كل الشباب دخلوا السجون، شباب الثورة، احرقت البنوك، المؤسسات، مش عارف ايش، مشكلة، ارهاب، من هذا الكلام الذي تسمعيه دائما. بعد 10 سنوات تحولت رومانيا الى دولة ديمقراطية، انتهى. الثورة المضادة تأكل نفسها، هذا شيء جيد على فكرة. يعني نحن الان نمشي بنفس بنسق صحيح، نسق صحيح. نحن لدينا ميليشيا عقائدية، هذه لا تستطيع ان تتفاهمي معها، لانه لا تستطيع أن يعني لا يوجد مشتركات، جاهزة و... لا يوجد مشتركات يعني. أنت في الأخير حتى أوباما داعشي يعني. يعني مثلا أي شخص داعشي يعني هكذا، فلا تستطيع أن تتفاهمي معهم، لأن لديهم نظرة لا تستطيع يعني أرضية لا تستطيعين أن تقفي معها. أنت تستطيعين تقفين مع كل الناس عندما يكون لك نفس الحقوق ونفس الواجبات، لكن عندما يكون لشخص يقول أنا لي حقوق أكثر منك، أنا إلهي يقول لي أنني أفضل منك وأنا سأحكمك، هذا مشكلة. وأنت نعم، ما تستطيع. طيب في دقيقة أستاذ عبد الغني، يعني من وجهة نظرك ما الذي يجب أن تقوم به قوى الشرعية والمقاومة الآن في سبيل تحقيق أهداف فبراير؟ النزاهة. النزاهة، النزاهة، لأنه مسألة في غاية البساطة، أنه من خلال تجارب كثيرة في العالم ثبت أنه النزاهة هي التي تولد الثقة بين السلطة وبين الشعب، وهذا سر التقدم لكل الشعوب. الذي حصل، لكن أستاذ عبد الغني ربما النزاهة مصطلح لن يظهر تظهر معالمه إلا إن عاد الحكم للشرعية، ولكن الآن في ظل لا النزاهة في التصرفات. لا لا لا، النزاهة أكبر، النزاهة في التصرفات. مثلا يعني الشرعية هل هي تتصرف بنزاهة في قراراتها مثلا، حتى هي في المنفى، هل هي بتعين الأشخاص مثلا، هل هي بتصرف الأموال، هذه الأمور، هل هي بتصرف على أشياء معينة، هل 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 تتصرف بنزاهة؟ إذا تصرفت بنزاهة فإن هذا أمر مهم جدا، هذا يسمى تأكيد للشرعية، لأنه في الأخير أنت شرعي بمقدار ما تقوم بواجبك، مش شرعي وخلاص يعني وتمشي يعني الخط يعني وتعمل اللي في بالك، لا، شرعي بمعنى أن تقوم بما يمليه عليك. نعم. بما تمليه عليك المسؤولية. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الغني الموري، أمين عام مجلس شباب الثورة، كنت معنا في حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، كل فبراير وأنتم بألف خير، إن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.